والله العظيم لو كنت عارف ان اشوف الكلب ده هنا انا ما كنتش جيت الفرح خالص. انا صحيح الراجل بتاع واجب ولا يمكن تفوتني اي مناسبه سعيده او حزينه، لكن مش لدرجه ان اشوف حقير زي ده. اتفضل. وحضرتك بقى تعرف صافي من امتى؟ صافي؟ انا عمري ما شفتها يا بنتي. انا متابع اخبارها في الجرايد وفي قعدات النميمه بنسمع عن حكاياتها، خصوصا حكاياتها مع نديم كمال. انا صعبت عليا لما وقعت معاه. انا اصلا عارفه ده راجل مؤذي ووسخ وما كانش لازم تتورط معاه. انا يا بنتي الحقيقه انا كنت عايز اعترف لك بحاجه. اصلا انا استريحت لك خالص وضميري كان مأنبني. الحقيقة أنا جيت الفرح من غير ما أكون معزوم. ما أنا عارفة يا فندم. عارفة؟ بجد؟ وزعلت من نفسي جدا إن نسيت اسم حضرتك في قوائم الدعوات. أنا آسفة. لا لا يا بنتي. أنتِ معذورة. هي بلدنا كده، البعيد عن العين عن الكرسي. بعيد عن قوائم الدعوات. يا خبر، ليه حضرتك بس بتقول كده؟ ده انت سعادتك شرفتنا النهارده. حد برضو يقدر ينسى تاريخك الوطني وامجادك الفظيعه للبلد؟ يا ما ناس كتير نسيت يا بنتي. ربنا ما يحكم عليكي وتجربي احساس نكران الجميل والجحود لما تشوفي الناس اللي ياما خدمتيهم واستفادوا منك وعملوا ثروات، هم نفسهم الناس دي اللي بيتهربوا منك لما تطلبي مواعيد معاهم او ما يردوش حتى يردوا على تليفوناتك ورسائلك، وكل ده عشان سبت الكرسي. ولما تيجي سيرتك في قعده محدش يفتكر لك غير الوحش، وحتى الناس اللي كانت بتنافقك وتلحس الارض اللي كنت بتمشي عليها، الناس دي كلها فجاه يخشوا في دور المصلح الاجتماعي وتبدا تتكلم عن اخطائك وعيوبك. بس حتى اولادك واهل بيتك وقرايبك اللي كل الناس كانت بتعاملهم احسن معامله، بعد ما تسيب الوزاره فجاه يبان الوش التاني ويعاملوك كما لو انهم جربه. عن اذنك لازم ارد. ايوه ده كروري. ايه؟ ظابط بوليس؟ وده عاوز ايه ده كمان؟ ايوه ظابط، وبيقول انه جاله بلاغ من مجهول ان في واحده من الويترس تم الاعتداء عليها في الفرح، وبيقول كمان انها محتجزه بطريقه غير شرعي. مش عارف، مصمم يخش ويفتش. يا استاذتي العزيزه، ده بوليس، مين اللي هيعرف يقول له لا؟ مش عارف، هم حاليا بيحاولوا يعطلوه شويه لغايه ما يحلوا المشكله معاها جوه. والله مش عارف، اصلهم كانوا رف معاها شويه في الاول. احتياطي خلي صافي تتدخل عشان تلم سكاندال قبل ما يزيد اكتر من كده. مش عارف والله، يمكن الموضوع كان مترتب فعلا. أصل الظابط جاي معاه كل التفاصيل، حتى اسم البنت وكل تفاصيل الموضوع. مش عارف جاب كل التفاصيل دي منين. لا، على كل، لو في أي حاجة جديدة هتصل بيكي تاني. وأنت متأكد إن ده اللي قاعد على ترابيزتها؟ ولو، أنا متأكدة إن هي اللي مبلغة. أنا عارفة دماغها السم كويس. لا مش مترتبة. أنا متأكدة إنه مد إيده على البنت. حالته صعبة جدا.
لا لازم اقول لصافي، هي هتعرف تتصرف. انا نازله حالا. دكروري طمني، قدرتوا تطلعوا عملتوا ايه مع البنت؟ اوكي سلام. في ايه يا بنتي مالك؟ شكلك مش عاجبني كده. اوعى يكون الراجل الجاسوسي الكلب ده رجع الفرح تاني. يرجع ده ايه؟ ازاي؟ ده طرد شر طرده. انا بس هستأذن حضرتك نص ساعة حتى انا على البوفيه واطلع لك تاني. خليك وخد راحتك. ايوه بس يا بنتي انا كنت عايزه انزل معاكي، كنت عايزه اتاسف لصافي وعارسها على اللي حصل مني، كان لازم امسك نفسي برضو. لا خليك مرتاح، خليك، دي صافي بالعكس دي هي اللي هتشكرك، كفايه انا خلصتها من المتطفل ده. خليك مرتاح، انا مش هجيبه عليك ابدا. يلا فاروق رايح فين يا ست وزير؟ والمشكله اتحلت خلاص، مبقاش فيها قلق. لازم نمشي دلوقتي حالا. يا سيدي يا عم غياب اغاني كمان نص ساعه نسمعه وبعدين نمشي. سياسه غنى ارجع فورا. ليه وفيه؟ في قنبله هتنفجر في القاعه. يلا فاروق انا قلت لك ما نجيش. يلا فاروق انا عيالك ما نجيش، انا عيالك ما نجيش. يا ساتر يا عم، استنى يا سيدي بيقول لك في قنبله. يلا خلاص في قنبله. انتي اللي جابك هنا؟ مش سميرة قالت لك اني مش عايزه اشوف وشك تاني؟ ليه كده بس يا صافي؟ انتي ليه بتكلميني زي ما اكون انا ورا كل اللي حصل؟ والله بعد اللي حصل الليله دي ما استبعدتش ابدا انك تكوني وراه للاسف، بس صدمتي فيكي صدمه عمري. مهما هتقولي انا مش هزعل منك، انا مقدره اللي انتي فيه وانتي صعبانه عليا قوي. صعبانه عليكي؟ طب يا اختي ما صعبش عليكي غالي. عموما الفرح لسه مستمر والناس راجعه وهيرجع احسن من الاول. خلاص يا صافي الناس كلها مشيت، وانت برضو المفروض تاخدي عريسك وتطلعوا فوق. انت مالك؟ انت مالك؟ حد اخد رايك؟ بتتكلمي بصفتك ايه؟ بعدين الفرح لسه مستمر، دي الناس جايه. سميره بتكلم الناس كلها. سميره روحي كلمي الناس. وبعدين عمرو دياب جاي دلوقتي، احنا اساسا لسه ما ابتديناش الفرح. بس يا خساره انت مش هتكوني موجوده اصلا عشان تروحي تبلغي رئيس التحرير الحقير بتاعك. كل الناس اللي بيكرهوني وانت اولهم. الله يسامحك يا صافي، انا بس كنت عايزه اقف مع البنت اللي اعتدى عليها يونس الغول، والله مش عشان اسبب لك اي مشكله، لا عشان انا كده ما اقدرش اشوف واحده بتتهان وافضل ساكته. يا صافي انا جيت هنا النهارده بس عشان بحبك، مش كصحفيه. مفيش اي حاجه من اللي حصلت هتتنشر وربنا شاهد عليا. انا عايزه اقف معاكي باي طريقه بس مش عارفه ازاي. طب يا ستي كتر خيرك، متشكرين قوي على جمالك. يا خساره يا ريتني سمعت كلام سميرة لما قالت لي اوعي تثقي في حد في مهنة الصحافة، يا الا تبقي حمارة. وانا طلعت حمارة كبيرة. اتفضلي بقى بره من غير ما ترد. اتفضلي.
الله يسامحك والف مبروك. يعني دي الوحيده اللي رجعت من كل معزيم وبرضه مشيتيها. ما كنت خليتيها تأنسنا شويه. شريف حبيبي الناس كلها رجعت تاني، والله العظيم صدقني كلهم عرفوا المقلب اللي حصل وراجعين. وبعدين يعني هو اللي حصل في الفرح ما بيحصلش في اي فرح، بيحصل يا حبيبي والله العظيم، مش بيحصل صح مش كده؟ والله انا ما اعرفش، اصل انا اول مره اتجوز. يا صلاح استاذنا ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشت والله. الله يخليك. ما انت عارف بقى الدوامه بتاعت رئاسه التحرير دي. واللي طلعك من الدوامه يا صلاح عشان تتصل بيا انا بالذات. مالكش حل يا استاذنا، ما حدش يعرف يضحك عليك ابدا. انا بصراحه مكسوف اقول لك السبب. يا راجل هو احنا في بيننا وبين بعض كسوف؟ ده اذا كنت مصدق اصلا ان انت وشي كسوف. حلوه حلوه يا استاذنا، انا بس كنت عاوز اتكلم دالي على الموبايل بتاعها، لقيته بره الخدمه، الظاهر قاطع شحن. هي جنبك؟ جنبي فين؟ اللي هيخلي داليا بس تروح معايا. الله، هو انت سبت الفرح؟ فرح هو اللي سابنا يا صلاح، وما تقوليش بقى انك ما تعرفش اللي حصل في الفرح. هو حصل ايه في الفرح؟ حصل ايه؟ لا انت بتهزر، والله بتهزر. امال ايه ملك الصحافه المستقله ونحن نصنع الخبر وغيرنا يرددوا والكلام الكبير اللي انت بتقوله ده عمال على بطال الوحه؟ لا استاذنا، قول لي بجد كده ايه اللي حصل في الفرح؟ يا اخي سيبنا اتمتع شويه باحساس التفوق. اذلك عايز تعرف ايه ولا ايه ولا ايه؟ والله إيه؟ انت ذوقك بقى يا استاذنا. عموما انا ما يرضينيش برضه ان حد من تلامذتي يتمحلسني. انا ما علمتكش كده يا ولد. قول لي انت عرفت لغايه فين بالظبط؟ لحد اسماء المعازيم وداليا كانت قاعده جنبك. يعني ما تعرفش اللي حصل مع يونس الغول؟ لا. ولا اللي حصل بينه وبين بكري الشربيني؟ هو جه الفرح؟ هو جه الفرح. ده انت مغيب يا صلاح، والله مغيب. يعني ما تعرفش بقى الطمه الكبرى اللي حصلت لعزيز الجبالي؟ استاذنا يا اما تحكي لي فورا يا اما هتلاقيني بعد نص ساعه بالكتير في بيتك. لا بيتي ايه؟ احكي لك طبعا، على الاقل تسليني لغايه ما اوصل التجمع الخامس. طب ما تعرفش موضوع القنبله؟ طب ما تعرفش ان انا جريت في الفرح والترابيزه اتقلبت عليا بشربطه؟ أقول لك أقول لك أقول لك، عايزني أقول لك من الأول ولا من الآخر؟ ماشي يا سيدي اسمع. لما تعرف ان مفيش قنبله وان ده بلح كاذب مش كده؟ وهم كلهم جريوا ومحدش فيهم استنى.
حتى اللي كلمناهم على الموبايلات كلهم خارج الخدمة. لا وفي ناس كنسلت في وشنا. خلاص نكلم الناس اللي أنا حاجزة لهم في الأوتيل. محدش هيبات هنا يا حبيبتي، كلهم روحوا. ده حتى الضابط كان عايز ياخد أقوال الناس اللي قاعدين على ترابيزة عزيز بيه، ملقاش منهم حد خالص يا عيني. ما طبعا لازم يمشوا، هما جايين عشان يحضروا الفرح ولا عشان تتاخد أقوالهم يطلعوا من الفرح بكفالة. وهو يعني الضابط كان عمل إيه؟ كان قبض على الناس اللي بعتهم نديم كمال عشان يبوظوا لي فرحي؟ هو فين الضابط ده أساسا؟ أنا لازم دلوقتي أعمل بلاغ عشان يقبضوا على نديم كمال، لازم يقبضوا عليا فورا. اهدي يا بنتي، اهدي يا حبيبتي، اهدي، ما تشمتيش الناس فينا يا أختي. هما فين الناس دول بس ياما؟ يا ماما. شريف انت رايح فين؟ انا بقالي اكتر من ساعه بقول كلامي اللي نمشي ما سمعتيش كلامي، وقعدتيني استنى عايزين ترجع ولا حد سال فينا، انا طالع الاوضه فوق، عايزه تيجي اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هنعمل زفه من غير ما اصحابنا يشوفونا؟ زفه تعمل كلامي معانا ما تفوقي. لا استنى يا ابني استنى، انا حرام عليك، رايح يروح على النفسيه برضه، فاكر بقى هو ايه اللي حصل لها؟ اللي حصل لي افضل، انا اللي فاهم اللي حصل ليه، لكن انا مش فاهم ولا حاجه. بنتي حظها قليل، ده انا ما صدقت ربنا رزقها بيك، طلعت برضه منكوده. منكوده ايه ونيله ايه بس ياما؟ بدل ما تندبي حظ بنتك للنهار وتكلمي الراجل قولي لها هتطلع معايا وتفضها سيره في الليله اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي. اسكت انت خمسه، انا ما وزقش ولا كلمه، احسن وديني هرزعه قلم ابقى احضرك قدام الناس دي. يلا يا شريف يا حبيبي، انا هفهمك على كل حاجه وهتفهم كل حاجه وتهدى، ربنا يهديك يا ربي. بركات. نعم. شوف لنا حد عايزين نطلب حاجه. حاضر. خلاص بقى معلش يا حبيبتي، قدر الله ما شاء فعل. بصي انت دلوقتي تاخدي شيف تطلعي على اوضتكم، كلها ساعه ولا اتنين وهتنسوا اللي حصل وتبداي حياه جديده مع جوزك. معلش يا حبيبتي، ربنا مش ممكن ابدا يسيب اللي اذوكي بالشكل ده. انسى؟ طب افرضي ان انا نسيت اللي حصل، شريف هينسى؟ الناس اللي كانت في الفرح ده انا بقيت حديث المدينه، ده انا سيرتي هتبقى على كل لسان. طب ونديم كمال هينسى اللي عمله فيا؟ هينسى نحاول اسعد ليله في حياتي لاتعز ليله؟ هينسى ازاي؟ كل ده مش مهم دلوقتي. صافي اوعي تبصي وراكي، لو بصيتي وراكي هتضيعي. حبيبتي انا عارفه اللي حصل ده كان صعب عليكي جدا، بس ما تبصيش وراكي. بصي يا صافي، انا هقول لك دلوقتي كلام من قلبي، انا عاوزاك تفتحي صفحه جديده، صفحه جديده وحياه جديده مع جوزك. لو نادين كمال ده عارف انه كمان بوظ علاقتك بشريف، ده معناته انه فعلا انتصر عليكي، وانتصار ايه اصلا ما كانش يحلم بيه. انت لو الحكايه دي كلها كانت صعبه عليكي فهي صعبه على شريف الف مره. شريف محتاجك دلوقتي يا صافي زي ما انت محتاجاه بالظبط. خديه في حضنك يا حبيبتي، خديه في حضنك وواسيه. هقول لك كلام من قلبي، قوليه على كل حاجه، احكي له كل حاجه، لما يفهم هيرتاح. طب وانا يا سميره، انا مين اللي هيطبطب علي؟ مين اللي هياخدني في حضنه؟ مين اللي هيواسيني؟ مين اللي هيفهمني ان في ناس ممكن توصل بيها الوحشيه انها تقتل غيرها بالشكل ده؟ تقدري تقولي لي انا عملت ايه لنديم كمال عشان يعمل فيا كده؟ لا يا صافي، انت كده فعلا هتقلقيني عليكي، انا كنت فاكراكي هتقولي من الازمه دي زي ما قمنا من ازمات كتيره قبل كده. انا عمري ما عديت بازمه زي دي، علشان كده لازم تقومي اقوى واسرع. صافي صافي حبيبتي، انا مش عايزاك تضيعي من ايدك كل حاجه. افتكري ان شريف ده فرصتك الاخيره في ده يا ستي اللي حصل، المهم شريف ما يضيعش من ايدك. انت شايف ايه؟ الحاجة وقاعدة مع عريس بنتها اللي فرحه باظ من شوية، هتجيب لهم كاسين ويسكي ولا كونياك؟ هات لهم ينسون، نعناع، تليو، أي حاجة تهبط الأعصاب والسلام، ناقصينك أنت كمان.
لا ليه يا ابني الحاجات دي؟ اهدى وما تخافش، محدش هنا هيلمسك خالص. اهدى بس اهدى، ركز معايا. انت متأكد ان اللي ادالك الجواب ده كان واحد من موظفين الفندق؟ ايوه والله العظيم يا باشا، ده من طقم الإدارة كمان. هو انا يعني سعادتك هاخد الجواب من اي حد كده عشان اروح اسلمه؟ انا مش عبيط سيادتك، لا انا عبيط وغبي وحمار كمان. انا كمالي بس من الموضوع ده، انا كان المفروض اقوله ده مش شغل، او حتى اسأله طب سيادتك ليه ما تسلموش بنفسك، بس خفت خفت احسن يشتكيني. وبعدين سيادتك هو كان شكله مستعجل كده ومكشر ومتضايق، وبعدين سيادتك انا ما خدتش خوال. طب حط حضرتك مكانك كده مطرحي، شوف كده، عمرك تتخيل ان في ليله حلوه زي دي يحصل حاجه وحشه زي دي؟ وانا يعني بعدين بقى سيادتك ما بشمش على ظهري يا ابني. انت هتعدد؟ اهدى بقى، ما انا قلت لك ما تخافش، وقلت لك ما حدش هنا هيلمسك. كل اللي مطلوب منك انك تركز وتجاوب على قد السؤال. ممكن؟ ممكن. حضرتك دلوقتي وريته كل موظفين الفندق؟ كلهم يا فندم سعادتك، الهاوس كيبنج والروم سيرفيس والمطابخ، ما تعرفش على حد فيهم. حضرتك متأكد ان محدش منهم روح او جه في غير ميعاده؟ تمام سعادتك، والباشا كان معايا واحنا بنراجع اسماء الموجودين في الشيفت ونقارنهم بالناس اللي كانت موجودة قبل الفرح. حصل سعادتك. ازاي ده يا ابني؟ انت متأكد؟ ايوه يا باشا ورحمة ستي، انا عندي استعداد ان انا اطلعه لك من وسط شليون واحد. انا ذاكرتي كويس؟ كويس، ذاكرتك كويسة، دي حاجة ممتازة. بعد إذن حضرتك تاخده تلففه على كل الموظفين تاني وتدقق في وشوشهم واحد واحد. مش جاي سعادتك يكون حد من بره الأوتيل ولبس اليونيفورم ده أوانطة؟ استحالة، لأن باب دخول العاملين بالفندق باب مخصوص، وجنبه الساعة اللي كل واحد بيحط فيها الكارت بتاعه. يعني لو واحد لابس اليونيفورم دخل ومعهوش كارت هيتكشف. مش ممكن يا فندم يكون دخل من الباب الرئيسي فعلا، او من الجراج وركب الاسانسيرات سعادتك؟ استحالة، لان التعليمات كانت مشددة جدا عليهم. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. القضية دلوقتي ما بقتش تخص الأوتيل الموقر بتاع حضراتكم، دي بقت قضية جنائية. مفهوم سيادتك. يبقى بلاش لو تكرمت كل دقيقة تسمعني مرافعة في عظمة السيستم الأمني بتاع الأوتيل بتاعكم. مش جايز لما كنتوا مشغولين بتظبيط قضية البت الجرسونة السيستم الأمني العظيم ده يكون حصل له اختراق؟ تقصد ايه يا فندم؟ قولي. اتفضل. الكاميرات اللي على الباب الرئيسي والاسانسيرات دي شغاله بجد ولا امريكاني؟ امريكاني ازاي يا باشا، شغاله بجد طبعا، و24 ساعه، دي على احدث مستوى ومتوصله بميموري باحدث اجهزه كمبيوتر. ده سيستم كامل عالمي زي اي فندق 7 ستارز. يا سيدي نبره صوتك بتعصبني، بتفكرني بنشره الاخبار. ابوس ايدك، انا مقتنع ان انتم اعظم نظام امني فندقي في العالم. شكرا يا فندم. ابوس ايدك، بلاش تفكرني بده كل دقيقه. ممكن يا كمال بيه؟ امرك يا فندم. هتاخد الاستاذ وتاخد اخينا ابو ذاكره قويه ده، وتبصوا على تسجيلات الكاميرات بتاعه الباب الرئيسي والاسانسيرات على مدى ال24 ساعه اللي فاتوا. لو ما تعرفش على حد خش على ال24 ساعه اللي قبلهم، لانه ممكن يكون الجدع اللي بندور عليه ده دخل الفندق قبلها بيوم او بيومين. تمام؟ واضح؟ تمام يا فندم. يلا اتفضل. اقول لك استنى استنى استنى, استنى. ايه تاني؟ موهوم ليه؟ في ايه؟ ما انا قلت لك اهدى. خلاص ركز. انت قلت لي ان ذاكرتك قويه، دي حاجه انا احترمها قوي. الجدع بقى اللي كان لابس اليونيفورم ده لما ادالك الجواب انت قلت لي ادهولك وانت داخل القاعه، داخل على القاعه هو ادهولك. ممكن بقى تحدد لي المكان بدقه؟ ايه سلامة الذاكرة، احنا حسدناك ولا ايه؟ ما انا اصلا عايز احدد المكان بدقة دقيقة. انا يعني هقول لحضرتك بقى. لا انا اللي هقول لك. انت حبيبي معايا؟ اتفضل اتفضل.
اتفضل. اتفضل. هنا؟ ايوه يا باشا. بص يا باشا، هو المفروض ان هو كان جاي من هنا. لا اسف. طب ثانية، طب تعالى كده حضرتك. هو المفروض ان هو كان جاي من هنا. طب اخر مرة وحياة رحمة ستي هو كان جاي، كنت انا جاي من هنا وهو جاي من هنا واتقابلنا هنا بالظبط ورحمة ستي. وده الباب. ايوه. حبكت يعني ما تحطوش كاميرا في الحته دي؟ بس في واحده شغاله هنا في الكوريدور يا باشا. تمام قوي، يعني لازم يكون عدى عليها وهو جاي على هنا. على الله بس ما يكونش محترف وخبى وشه عندها. طيب كمال، امرك. هتبدا لي التسجيلات بتاع الكاميرا دي. تحت امرك. يلا اتفضل. اتفضل. بقول لك ايه؟ مفيش حد من اللي شغالين في الفندق هيتحرك براه لحد ما نخلص، واضح؟ واضح. استهدى بالله واستعيذ من الشيطان الرجيم، انا هقوم اجيبها لك. يا صافي. صافي يا حبيبتي. قومي يا حلوة اقعدي جنب عريسك. ده شيطان ودخل بنته يا بنتي. قومي يا حبيبتي. ده والله العظيم خير. خير كبير قوي. ده ابتلى. ربنا كان بيحوش عنكم شر كبير قوي قوي. وقضى خف من قضى. والنبي انتوا محسودين. يلا اقعدوا. ده اسمه كلام؟ اقعدي يا حلو. انا حكيت لشريف على كل حاجه، وقلت له على الناس الكتير اللي بيكرهوكي وما يردوكيش الخير ابدا. انا هسيبكم. شريف أنا أسفة، أنا بجد أسفة. إيه؟ ما بقتش عايز تبص في العينين اللي أنت كنت بتحبها؟ هتنكر؟ ما افتكرش. طب لو عايز تنكر، بص في عينيا كده وقولي شريف أنا بحبك وأنت عارف. أنا عارفة إنك زعلان وحزين مكسوف، ويمكن كمان مش طايقني ولا طايق الدنيا كلها. بس والله العظيم يا شريف، والله العظيم لو كنت أعرف إن أي حاجة من دي كانت ممكن تحصل ما كنتش عرضتك ولا عرضت نفسي حاجة زي كده. أنا كنت عايزة أوري الناس كلها الراجل اللي أنا حبيته، الراجل اللي أنا اخترته واخترت أتجوزه. أنا ما كنتش عايزة كل ده يحصل. خبيتي عليا ليه؟ ليه كذبت عليا؟ هحكي لك على كل حاجة، بس لما نطلع فوق. عشان خاطري يا شريف أنا خايفة. عشان خاطري ما تضيعش فرحتي. عشان خاطري.
غريبة، راويين شحطاطة ووجع قلب. يعني مش كنا بيتنا هنا أحسن يا حاجة؟ ما أنتي عارفة يا نجوى ما برتاحش إلا في فرشتي. أيوة والله عندك حق يا أم، حاكم السراير هنا ناشفة وطوقته مضاهر. يا سلام، طب افرضي بقى صافي احتاجت حاجة مننا كده ولا كده؟ تحتاجي يا بيت؟ إيه اللي هيبقى يحوجها لينا في يوم زي ده؟ إيه اللي هيسعدك يا صافي يا بنتي؟ وبعدين انت عارفه ايه اللي هتحتاجه بس؟ إيه؟ انها ما تشوفش حد من اللي كانت تعرفه قبل كده، وبالذات احنا. لا ما هي لو احتاجت حاجه انا هبقى ابلغها. ليه يا واد انت مش مروح ولا ايه؟ لا انا هبات هنا بقى، اصل صافي طلبت مني حاجه ابقى اعملها لها الصبحيه. حاجه ايه؟ ها؟ هروح مع المحاسب البنك، هاخد المحاسب ونروح البنك عشان نخلص لها شويه امور قبل ما تسافر. فبدل بقى ما اروح البيت وارجع تاني هبقى هنا قريب من وسط البلد، وبرضه لو احتاجت حاجه يبقى حد مننا جنبها. شوف الكذب البين يا حاجه، ده احنا في العيد يا اختي والبنوك كلها قافله. انت مالك انت، البنوك قافله ولا فاتحه؟ وبعدين احنا البنك بتاعنا اجنبي وبيفتح في العيد. صحيح، ما انتوا خلقه تانيه غير بقيه الناس. وبعدين بقى لو احتاجت حاجه زي ما بيقول سميره جنبها، والصراحه هي لما بتطلب يعني لا بتطلب منه ولا منها، بتطلب مني انا، وحتى كده يعني منطقي اكتر، بنات مع بعضينا. بنات ايه كتبوه؟ هي سميره اقرب لاختي مني. يلا يا حاجه اتكلوا على الله، مايكل مستنيكوا تحت في الجراج. يلا يلا يا ام. ولا ايه انت مسربع ليه يا واد على زحلقتنا؟ انا يا ام انا مش سربع ولا حاجه، انا عايزك تلحقي تروحي علشان تنامي وتاخدي الدواء. بقول لك ايه، شوفي كده في الادراج لنكون نسينا حاجه. ولا نسينا حاجه ولا زفت يا بنت. شوفي في الادراج خلصين. نسيتوا ايه؟ ما كل حاجه في الشنطه اهي. يا واد اسكت يا واد، مالكوا؟ صدق يا حاجه فيكي شيء لله، كنت هتنسي ياخد الدواء بتاعك. لا دواء ايه؟ دواء ايه ده؟ بتاع انا ده انا جبته، ده دواء الصداع بتاع السنة، جبته الفرح صدعني. طب والنبي يا اخويا ما تجيب حبايه الا الواحده صدعت من الفرح الغريب ده. لا ده بتاع الصداع النصفي، مالكيش فيه. اتكل على الله. يلا 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 اتكل على الله. خد يا نجم. خلاص يا حبيبي خد. لو انت مش هتنزلنا بالشنط ولا ايه؟ بلاش يا نجوى، سيبوا الحاجات هنا وانا هجيبها لكم الصبحيه معايا وانا راجع. يلا يا حبيبي براحتك، بيت زي ما انت عايز، اعمل اللي انت عايزه. بقول لك ايه؟ نعم يا ماما. ما تسيبش يا ابني التكييف مولع طول الليل، هتاخد برد. حاضر يا ماما. واتغطى كويس. حاضر يا ماما. واقفل باب الاوضه كويس لحد يخش عليه. ما خلاص يا ماما، هو انا بايت في القندة الحسين ده، فندق خمس نجوم، كل حاجه هتبقى تمام. الف مبروك يا حاجه. الف مبروك يا ماما. الف مبروك يا نجوى، عقبالك انت كمان كده لما تتفك عقدتك ان شاء الله. الو، إيه انت لسه ما روحتيش؟ لا لسه. لا ما مش باين لي مروح النهارده. ايه؟ لا 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 لا، اهدى، في حاجات في الدنيا غير كده. لا لو مش دلوقتي هياخدي بالهم. انا مخلصه شفتي من ساعه ومش عارفه اروح. ايوه يا عم، الفرح بتاعك وعامل صداع في الفندق. احترم نفسك. ايه ده انت فاكرك انا بشتغل الشغلانه دي عشان الفلوس يعني؟ طبعا اخر همي طبعا. كم انت اصلا يعني عيني عشانك، بس انت اللي بتعصبني كده وبتضيق خلقي. انت غريب. طب بص، اديني ساعه كده وانا هتصرف واجيلك. ايه هتعمل في الساعه دي يا دودو؟ اتصرف، اعمل اي حاجه. انزل الجيم، حرك كده العظمتين يعني عشان ما تقوليش متوتر. لا يا نونو بهزر معايا. خلاص ما تقفش بقى. طب خلاص ما تقفش. يلا الى اللقاء. با اللي ما هقش محيره. الأمانة واخدة حقها قوي معاكم، لازم تقولوا كل اللي انتوا شفتوه. انت يا صافي،
يعني انت علاقتك بصفي سليم مش قديمه بقى، ده انا كنت فاكركم دفعه واحده. مش هي برضو خريجه اعلام؟ ده انت متابع اهو يا باشا. لا انا خريجه اداب اسكندريه قسم اعلام، اقصد كليه اداب جامعه اسكندريه. انا عارفه كلمه اداب دي بتعمل قلق عند ضباط المباحث. عندك حق. طب المهم يعني انت بقى علاقتك بصفي سليم ما بدأتش الا بعد معركتها الشهيره مع نديم كمال. بالظبط، وده اللي خلانا بقينا اصحاب. هي شالت لي قوي اني كنت تقريبا الصحفيه الوحيده اللي وقفت جنبها، وخليتها تعرض وجهه نظرها بامانه. انت عارف نديم كمال كان عامل عليها حصار في كل الجرايد ووسائل الاعلام، ما انت عارف بقى الباور الاعلاني بتاعه وبتاع شركاته. لا بس انا كنت بشوفها بتتكلم في البرامج وفي الجرايد عادي. طبعا، بس بتطلع ازاي وبتتكلم قد ايه؟ ما هي لو اتمنعت تقدر ترفع قضيه عشان طالب بحقها في الرد، انما لما المذيعين يقطعوها ويسخفوا كلامها مش هتقدر تشتكي. انت عارف اللعب اللي بيحصل ده. وانا عارف منين يا استاذه، دي شغلانتكم وانت قادره. المهم يعني بقى انت وقفتي مع صفي سليم في الموضوع ده اقتناعا منك بكلامها، ولا عندا في نديم كمال ومن باب حبك الدائم للوقوف ضد التيار انت والجورنال بتاعك يعني؟ لا على فكرة جورنالي ما فضلش واقف ضد التيار كتير، يعني كلها اسبوعين او ثلاثة والاعلانات اشتغلت وبقينا واقفين ضدها زينا زي غيرنا، وده اللي قطع حبال الود بينها وبين رئيس التحرير. هو كان في حبال ود بينهم كمان؟ يا عيني علي. لا دي قصة تانية. المهم انا ما كنتش مصدقة ان هي نصبت على نديم كمال زي ما هو قال، بالعكس كل اللي خدته منه خدته برضاه ايام ما كانوا متجوزين عرفي، ده اللي هو انكره وانا اتاكدت منه بنفسي. اتأكدتي منه بنفسك ازاي يعني يا استاذه؟ اذا كان الطب الشرعي وقف في صف نديم كمال، ايه ده؟ مش ده العريس برضه؟ هو لو عمل كده ليه؟ معقوله ساب صاحبتك فوق لوحدها؟ ايه ده، مش قادره اصدق، هو اتجنن ولا ايه؟ ده طالع بره الاوتيل فعلا. ايوه طبعا طالع بره الاوتيل فعلا، امال فاكره ايه؟ نازل هياكل كوارع ويرجع تاني؟ أكيد اتخانق مع العروسة. ده لو ما اتخانقش بعد كل اللي أنت حكيتيه يبقى ما عندوش ريحة الدم. يا عيني عليك يا صافي. طب أما أكلم سميرة أفهمها إيه اللي حصل؟ معقولة يكونوا اتخانقوا؟ دول لسه ما كملوش ساعتين. يا تليفونها مقفول. والنبي يا حسن باشا، توقف الدكتور شريف قبل ما يطلع بره الأوتيل. نعم، أوقفه ده إيه؟ وأوقفه بتهمة إيه؟ بكرة داليا لما تتجوزي هتعرفي إن هروب الراجل من مراته حق يكفله القانون. ده أكيد الضغط العصبي اللي شافه طول الفرح خلاهم يتخانقوا مع بعض. بصي ما تزعليش مني، بس على حد علمي دي مش أول ليلة دخلة لصاحبتك يعني، مش معقولة يعني ما عرفتش تسيطر على الموقف. حسن باشا ما يصحش تتعامل مع الموضوع بالاستخفاف ده، صدقني صافي دي بني آدمة كويسة، يعني مهما كانت أخطائها ما تستاهلش اللي بيحصل لها ده. ناقص تقولي لي حط نفسك مكانها أو تخيل لو ده حصل لأختك. لا معلش. طب عشان خاطري، عشان خاطري تحاول تلحق الدكتور شريف قبل ما يبعد، والنبي. طب حاضر عشان خاطري. عشان خاطرك بس. أنا هطلع أفهم اللي حصل لها إيه، ممكن أقدر أصلح ما بينهم. حاضر يا ست، ولو إني كنت محتاج إنك تفهميني ليه أنت مقتنعة إن الست دي سيدة فاضلة عشان أجري ورا الراجل وأنا مقتنع بس. طيب ماشي، أنا متشكرة أوي. طلع لها. عشان خاطرك. أشوف العريس اللاسع ده راح. معاك السلامة يا حسن باشا. نورت يا باشا، معاك السلامة. يا رب يكون مروح. خليهم يفكوا اللبش اللي في الاوتيل ويسيبونا نروح لعيالنا بقى. ولا الباشا خرج والعريس الهارب، اكيد العريس زعل لما اكتشف ان العروسه لسه عذراء. اتصدم وقال لها اخص، انا ما كنتش فاهم ان اخلاقك كده. يا جدعان الكلام ده يا جدعان، استغفر الله العظيم يا رب. يا جدعان عندنا ولايه، ربنا يصلح ولانا يا رب. والنبي ايه؟ ايه يا عم الشيخ، هو مولانا شبه العالم دي ولا ايه؟ ما هو العالم دول يا حبيبي اللي انت بتتمحلس لهم في الرايحه وفي الجايه، توطي اول ما يخشوا صح؟ ان كان لك عند الكلب حاجه وطي له وتمحلس ولا ايه يا سيدي؟ اتمحلس يا اخويا اتمحلس. بس معقوله لحق تعمله ضبط واحضر؟ اكيد هتخليه يخش عليها امام لجنه مختصه من المباحث. بدل الدخله بلدي تبقى دخله مير، استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا ولاد الفقريه، ده انتوا الواقفه معاكم تودي النار حتف. هموت هموت واعرف بيقولوا لبعض ايه دلوقتي. بس انا بقى اخدك بقى صوره بالشكل ده. بتعيطي ليه بس؟ يا حبيبتي اي مشكله ممكن تتحل. من فضلك افتحي طمنيني عليكي. طب هو ايه اللي حصل بينك وبين دكتور شريف؟
يا صافي افتحي، انا عايزه اساعدك والله. طب بلاش تقعدي لوحدك وانت متضايقه كده. بصي لو في اي مشكله انا ممكن اتدخل واحلها. طب اسمحي لي اكلمك. Are you out of your mind? People are trying to sleep, you know? I'm really sorry. So sorry. God. Unbelievable. يعني معقوله يا دكتور ما بتتهمش اي حد بكل اللي حصل في الفرح ده؟ لا طبعا، ده انا حتى راجل مؤمن بالعلم، معقوله كله بيحصل من غير سبب؟ انت لسه حضرتك قايل لي انك ما بتتهمش نديم كمال بان هو سبب في اللي حصل لفرحك. ايوه طبعا، انا ما اعرفوش هتهم بيه. وبعدين لو في اي حد مسؤول عن هذا اللي حصل في الفرح فهو انا. ما تستغربش حد بالظبط، انا راجل عشت طول عمري مؤمن بالعلم، لما جيت اخد قرار مهم في حياتي زي الجواز فكرت بشكل غير علمي وصدقت وانا حر. مش عارف اقول لحضرتك ايه يا دكتور بصراحه، انا طبعا ما اقدرش اتدخل في حياتك الشخصيه. انا كل دوري ان انا اوصل للي بعت الجواب المنيل ده وبوظ الفرح بتاع حضرتك وسبب حاله الهاج والذعر دي. تقصد حضرتك نديم كمان؟ ارجوك يا حضرة الظابط توصل له باسرع وقت ممكن، لان فعلا محتاج اشكره من اعماق اعماق قلبي. لان بالعمل النهارده خلاني حسمت حاله الصراع اللي اشتغل من يومين، من ساعه ما قريت الكلام اللي في الجرايد المكتوب عن الانسان اللي اختطفها تبقى شريكه حياتي. اتاري كل الكلام ده زي ما بيقولوا رؤوس افلام، وفيهم ناس اساسا انا ما اعرفهمش وعلى راسهم السيد نديم كمان. على فكره انا اول مره اسمع اسمه كان النهارده وعرفت انه راجل مهم قوي في البلد. الكلام ده صحيح؟ هو جامد قوي كده؟ اصلا مش متابع تفاصيل الحياه في مصر لاني بقالي فتره عايش في امريكا. اكيد طبعا حضرتك تعرف، ولا حضرتك ما بتحبش تقرا جرايد السفر؟ دكتور انا ممكن اقترح على حضرتك اقتراح يعني. يا ريت حضرتك الظابط، انا فعلا محتاج اقتراحات بناءه في حاله زي اللي فيها دلوقتي. بس انا رايي ايه؟ انا رايي ان احنا كلنا بنتخانق وكلنا بنتعصب، واخد بالك؟ وحضرتك فاهم الستات يعني، مش كده ولا ايه؟ انا رايي ان احنا نخش دلوقتي نشرب فنجانين قهوه في الفندق مع بعض، وبعد كده حضرتك تشوف ايه اللي مزعل العروسه وربنا يهدي يعني. انا حتى معايا جوه الاستاذه داليا غنيم الصحفيه، هي صديقه العروس، وهي عرضت انها ممكن تتدخل لتقريب وجهات النظر يعني وكده. مش انا بقول لحضرتك ان انا مش متابع تفاصيل الحياه في مصر. الغريب لما بقرا في الجرايد الامريكاني عن الكاتبين وعن البوليس المصري بيركزوا قوي على حكايه التعذيب وفض الاعتصامات والمظاهرات. رسم لكم صوره سوداء قوي، فيري دارك. يجي شوفوا ازاي البوليس المصري بيتدخل وكل تحضر للحفاظ على تماسك الاسره المصريه. شيء مؤثر جدا. I'm really impressed. نعم. لا دكتور شريف بقول لك ايه؟ انا جيت وراك بس اكراما للاستاذه داليا، ده غير ان انا متعاطف مع موقفك. تعرف حضرتك في اعلان لطيف قوي على الفضائيات المصريه بيقول تعاطفك وحده مش كفايه، شفت الاعلان ده قبل كده؟ اتكل على الله يا دكتور. اتكل على الله. لكن بعيد ولا هتاخد تاكسي؟ معاك فلوس مصري طيب للتاكسي؟ طب بقول لك ايه يا دكتور؟ يا دكتور خلي موبايلك لو سمحت مفتوح، حد من طرفنا هيتصل بيك عشان ناخد اقوالك بشكل رسمي. قوة إلا بالله، الراجل مخه ضرب. الله يخرب بيتك يا صافي، ضربت دماغ الراجل ده، ما عادش ينفع خالص، ده مش هينفع يمسك مشرط في حياته بعد كده. صافي يا حبيبتي افتحي، أنا سمير، أنا لوحدي. صافي طب ردي على التليفون. صافي صافي افتحي بقى. Now come on here. Do you have any idea what time is it? What the hell are you doing? I'm so sorry, sir. It's an emergency in there. That's what. What do you mean emergency? I'm sorry. I'll be. And your people are insane. You understand that? God, man. God. I'll be quieter. Thank you. Thank you. Hey, Samir. طلعت لي خواجه ده برضه تاني مش كده؟ طب وبعدين هنعمل ايه؟ مش عارفه. بقول لك ايه؟ روحي انت خبطي براحتك وسيبيني انا هتخانق معاه. لا ولادي مش عاوزين مشاكل، افرضي اشتكينا لاداره الاوتيل. طب ما نقول لبتوع الاوتيل يفتحوا لنا باب سويت وخلاص. الله يخليكي يا داليا، انا مش عاوزه فضايح. وبعدين احنا نقول لهم ايه اللي حصل؟ يعني احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل جوه. نقول لهم خايفين البنت تعمل في نفسها حاجه. ونبقى احنا اللي فضحناها بنفسنا؟ ما تقلقيش عليها قوي كده.
انت عارفه صافي عمرها ما هتاذي نفسها، هي بس تلاقيها قاعده جوه متقوقعه بتفكر تعمل ايه في مشكلتها ومطنشانه. يا ريت يطلع كلامك ده صح. مامتها معاها المفتاح السبير بتاع السويت مصحيها. استني بس هنقول لها ايه، الخبر هيبقى صعب قوي عليها. ده شو بريسكويت كان سكن سو. الو. ايوه يا حسن باشا. طب خلاص ولا يهمك، انا متشكره قوي. ايه في ايه، مال صوتك؟ طب انا اسفه معلش، بس كان المفروض ان احنا نحاول يعني. ما هو احنا مش عارفين ندخل لها، هي قافله على نفسها الباب. يلا طب يلا شويه وهنزل لك. يلا 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 باي. حاول بعدين. العريس مرضيش يسلم نفسه مع ان الاوتيل كله محاصر. يا عم اقعد اسكت بقى، انت فاكره واحد من العامه كده ولا حد بياكل تبن عشان يخاف من الظابط؟ تلاقيه سمع الباشا كلمتين وقال له شوفوا لكم حد غيري يتجوزها، انا خلاص مش لاعب. والله جدع، وانا اللي كنت ظالمه وفاكره مركب دش مركزي، بس طلع دكر. هو اي نعم دكر مرحل شويه، بس مش مهم، دكر مرحل احسن من دكر عطلان. مش عارف يا هاني، دايما عندي كده مشكله ما بفهمش كلامك يعني، بس يعني كان الله في عونه يا اخي، ربنا مكتبها علينا وعلى ولانا يا اخي، بس الحمد لله على الفقر والجدعان الحمد لله. ايه يا اخويا ده قصر دنيا ازهر. بس اسكت. حلو يا جماعة. ده انت بتعملي كده ليه؟ اغراء اغراء اغراء، انت فاهمه الاغراء غلط. وبعدين انت بطلتي رقص ليه؟ عشان تعبت، انا واقفه على رجلي من الصبح، وبعدين جو الرقص ده خلص من الثلاثينات. انت ما عندكش دي اس ال في بيتكم ولا ايه؟ خش خش في المفيد وخلصنا بقى. دي لهجه واحده بتكلم واحد عايز ينبسط ويفرفش ويزيط. واضح ان انا اسأت الاختيار. نعم يا استاذ شكري سرحان، انت صدقت نفسك ولا ايه؟ مش كفايه اني بضحي بنفسي وبسمعتي عشان واحد فاشل زي يا فاشل ده انا لو اتقفشت هروح في 60 داهيه وهيتقطع عيشي، ده غير سمعتي اللي هتتضرب، هيقولوا عليا مش بعرف اختار زبايني. بس جاتك البلا، خرجتيني من المود، عمال اكلك في تفاح وبشرب في خمره مغشوشه، البتاع دي ما بتذكرش اساسا، وعامل لك فيها عادل ادهم وبرضه مفيش فايده. اقول لك مددي افردي ظهرك كده شويه وهتبقي زي الفل، وقومي كملي رقص بعد كده. مددي قديم، هات التفاح من اللي انت بتاكل فيهم من الصبح دول. هات. ايه ده، انت عينك في طبق الاكل من بدري؟ اه يبقى الواحد طلع منك باي حاجه يا بركه. هات. ايه الدناوه دي، امسكي. انت مستني حد؟ ده ايه الليله اللي مش فايته دي، مستني حد ده ايه؟ هو انت في حد كان ماشي وراكي وانت جاي على هنا؟ اه طبعا، انا طول الوقت في ناس ماشيه ورايا، انا مخي دفتر. انا برضو قايل ان انت متراقبه من الاول، جاتك البلا في ليلتك السودا. يا بت ما تعدديش. بتعددي على ايه الله يخليلك؟ ما انت لسه لابسه هدومك اهو، يعني لو حد كبس مفيش مشكله. كبس كبس انت كمان؟ اقصد يعني لو حد دخل مفيش مشكله. اقول لك لو حد دخل قولي لهم ان انت الست اللي بتنظف الاوضه. نعم انا مش الهاوس كيبنج يا استاذ. وده وقت برستيج يا اختي، التفاصيل دي خلصوها محاميين بعد كده. اخرسي خالص وما تفتحيش بقك بولا كلمه، لحد اللي بيخبط ده يا يغور يا يزهق. مش عايز يغور. تخيلي استخبي. دلوقتي دول ايه اللي جابهم دلوقتي؟ لا مؤاخذة يا جماعه، اصل كنت في سابع نومه. الله، مين سميره؟ مساء الخير يا فندم. الحاجه صاحيه؟ لا الحاجه روحت باتت في بيتها، ما انت عارفه ما بتعرفش تنام غير في فرشتها.
لا ده واحد صاحبي جبته يبات معايا عشان بخاف ابات في الاوتيلات لوحدي، اصل كنت مره شفت مفتاح السويت بتاع صافي معاك. ليه خير في ايه؟ داليا ما ينفعش تدخلي معانا عشان الموقف ما تأزمش، صافي تبقى عصبيه جدا. طب انا هطمن عليها ازاي؟ صافي انا هطمنك في الموبايل ما تقلقيش. طب انا هستناكي في اللوبي. ماشي فيك ايه؟ سيبوني لوحدي سيبوني لوحدي. طب قومي معايا قومي معايا جوه الدنيا برد جدا. لا قومي يا صافي. لا قومي يا صافي. صافي غلط كده. انت عارفه شريف ده مش رجع؟ لا وعارف انه غلط وعايز يتكلم معاكي. لا سيبوني لوحدي. ايه ده هو رجع تاني؟ انا نازل له. هو فاكر ايه بنات الناس لعبه ولا ايه؟ قومي يا صافي قومي عشان خاطر. قومي معايا لوحدي عايزه اقعد لوحدي مش عايزه اتكلم مع حد. قوم. طيب بس خلاص خلاص اهدي بس اهدي. احنا بس كنا عايزين نطمن عليكي. احنا هنمشي دلوقتي لو احتجتي حاجه كلمينا. ايه نمشي نروح فين؟ مش لما نفهم ايه اللي حصل. صافي بس استنى معاكي. لا سيبوني لوحدي امشي. خلاص خلاص يلا بينا. هيكون حصل ايه؟ سوء تفاهم بسيط وكل حاجه هترجع احسن من الاول. ايه بكره يلا. لا شريف مش راجع. شريف سابني. ايه طلعني ده نهار ابوه اسود. يعني ايه؟ يا صافي عايز دكتور فورا. طلعي دكتور الاوتيل على طول بسرعه. الله يخليك. بسم الله تعالي 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 نزل. شفتي بقى الستات بتعمل ايه في الرجاله الكمل؟ او الجدع اللي كان زينه رجال كاليفورنيا هائم هو على وجهه في شوارع كايرو. ده لو اتقفش تحري دلوقتي محدش ابدا هيصدق ان ده الجراح العبقري اللي رفع العلم في بلاد الكاوبوي. مفيش اي حاجه هتشفع له في اي لجنه غير صورته اللي على الفيزا كارد ده لو ما كانتش صاحبتك خدته منه يعني. الستات قوة قتل ثلاثية. حرام عليك يا حسن باشا. هو اللي بوظ فرح صافي سليم برضو كانوا الستات. بصي ادينا في اول الموضوع اهو وبقول لك من دلوقتي من قبل ما نوصل لاي حاجه الحكايه دي كلها هيطلع في الاخر وراها ستات. ياه قد كده موجوع من الستات. اسفه يا حسن باشا ما كنتش اقصد. انت عارف التعصب ساعات بيخلي الواحد يفقد سيطرته على كلامه. يا ستي أسفة على إيه؟ وأنا يعني الوحيد اللي موجوع من الستات دي البشرية كلها من أول أبونا آدم الله يرحمه اللي خرج من الجنة على إيدين أمنا حواء وانتهاء بالدكتور شريف راسخ اللي خرج من الأوتيل منكوش الشعر زائغ العينين مطحون العزيمة على إيدين نجمة المجتمع الأخت صافي سليم. على فكرة يا حسن باشا حكاية ان امنا حواء هي اللي خرجت ابونا ادم من الجنة دي اكذوبة رجالي. انتوا اللي روجتوها عبر التاريخ. جرايا يا استاذ يعني التعصب ممكن يخليك تلبخي فيا بس مش في كلام ربنا يعني. استغفر الله العظيم.
بالراحة عليا حسن باشا واسمعني. ربنا بيقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فوسوس لهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. واخد بالك من لهما؟ ده اللي بيقول القرآن الكريم، إنما الباقي ده كله خزعبلات وأساطير إحنا مش مضطرين نصدقها. ماشي يا ستي، ربنا يزيدك من علم. ده ايه ده بقى؟ الدكتور ده بيعمل ايه بقى ان شاء الله؟ يعني ايه مفيش حاجة؟ امال الدكتور اللي جوه ده بيعمل ايه؟ عادي، ده مجرد انهيار عصبي بسيط وهيروح لحاله، بس كل حاجة هتبقى تمام. انهيار عصبي بسيط؟ جديدة دي. يعني بيتهيألي حضرتك يعني مفيش حاجة تخالف القانون ان حد يبعت يجيب الدكتور في السويت بتاعه. اكيد لا، بس في نزلاء بيقولوا ان كان في صويت وصريخ. معلش هي جت كده، بس احنا هنراضي الكل ومش هنسيب حد زعلان. شكرا يا دكتور. تحت امر حضرتك. الف سلامه يا فندم. ايه الاخبار يا سميره؟ بركات خليك جوه مع صافي. سميره طمنيني عن صافي، ايه الاخبار؟ الدكتور اداها حقنه عشان تنام. متخيلين اكيد الموقف كان صعب عليها قد ايه. حرام يا حضرة الضابط، متهيألي لو كان أي حد اشتكى حضرتك يعني لو شرحت له الظروف هيتفهم. أكيد طبعًا. هي بس ما قالتلكيش إيه اللي حصل بينها وبين شريف؟ طيب أستأذن أنا. الحمد لله على سلامة المدام. الحمد لله على سلامة الأستاذة. أنا في اللوبي. سميرة، هو إيه اللي حصل بالظبط؟ ما عنديش أي فكرة، بس متهيألي اللي حصل ده شيء طبيعي جدًا للضغط اللي هي بتتعرض له من ساعة ما الفرح بدأ. لا ده مش من ساعة ما الفرح بدأ، ده من ساعة ما الجورنال بتاعي نشر امبارح. على العموم أنا ما سألتهاش وهي مش قادرة تتكلم دلوقتي، هي لما تبقى عايزة تتكلم هتقول. عندك حق، هي المهم إنها تهدأ تبقى كويسة، وبعدين كل حاجة ممكن تتصلح. بعدين اللي حصل ده عادي، ممكن يحصل بين أي اتنين زوجين، ممكن يتخانقوا ويرجعوا يتصالحوا تاني. وأنا متأكدة إن الشريف هيراجع نفسه ويرجع لها. هو أنت كلمتيه؟ لا طبعًا، الظروف ما تسمحش خالص. أكيد هنتكلم بس بعد ما النفوس تهدى. روحي دلوقتي طمني. طب أنا إزاي هروح وأسيبكوا كده؟ بصي يا دنيا، هي صافي أنت عارفة متوترة جدا، والدكتور قال لازم يلزمها هدوء، فهي لو شافتك ممكن تتوتر أكتر، أنت عارفة يعني بتخاف على نفسها. فباي باي دلوقتي وأنا هتكلم في التليفون. بس أنت مش متخيلة هي صعبانة عليا قد إيه. أنا حتى مكسوفة أوي من اللي اتنشر في الجورنال إمبارح، بس أنت عارفة، أنت عارفة صلاح نشره ليه؟ حبيبتي ولا يهمك الموضوع ده خالص، خلاص اللي حصل حصل. انا عاوزاكي تروحي، وانا والله اول ما تفوق انا هكلمك في التليفون. انا عايزه اطمن عليها. طب بصي انا موجوده طول الوقت، انتوا كلموني وانا في دقائق هبقى موجوده هنا. اوكي حبيبتي انا ميرسي خالص على وقفتك جنبنا. وعلى فكره اول ما صافي تصحى انا هقول لها كنت قد ايه جدعه فعلا حقيقي معانا. باي باي، ميرسي يا بيبي. باي. نام في اوضتك، انا هفضل معاها لحد ما تصحى. لا ازاي، فرضنا صحيت وجات لها الحاله تاني، مش هتقدر عليها لوحدك. لا ما تقلقش، هي مش هتعمل حاجه وحشه في نفسها، كانوا شويه عصبيه وخلاص راحوا. لا لا لا، انا مش هسيبكم، انا هقعد بره لحد ما تصحى واطمن عليها. ما حدش ضامن ايه اللي ممكن يحصل، الله يحرق اللي كان السبب. ماشي، وانا هفضل هنا جنبها اقرا لها شويه قران. احسن اقرا لها انت عشان انا مش متوضي. بقول لك ايه، مش احسن اكلم امي عشان تيجي تشوفها؟ اوعى، مش وقته خالص. ايوه بس واجب تعرف عشان انا بتهزق في الاخر. مش وقته، احنا المهم دلوقتي نطمن على صافي. انا هبقى اعرفك تقول لها امتى.
ايوه ايوه كمال، خليك معايا بص على الموبايل بس. قفل. تعرفش عماد كان عايزني فيه؟ ايه ده ايه ده؟ تقول ايه؟ صافي مين؟ امتى ده حصل؟ اتقتلت ازاي؟ طيب انا جاي لك في السكه. ما تخليش بس حد يخرج بره الفندق خالص. لا 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 لا، لا موظفين ولا نزلاء ولا جنس كائن حي. ماليش دعوه، سياح بس سياح، ده موضوع ما يخصنيش. زق بتوع شغل السياحه هما يعرفوا يتصرفوا. بقول لك ايه؟ كان في حد في الجناح طيب معاه؟ والواد اخوها كان فين؟ والبنت مديرة عملها دي؟ اني ست؟ طيب افتح محضر وخد اقوالها. وادوا اشاره للنيابه وللمعمل الجنائي. بقول لك ايه يا كمال؟ الواد اخوها والبنت مديرة عملها، شوفهم لي اذا كانوا لسه في الفندق ولا عملوا مغادره. هاتهم لي من تحت تغطية الأرض. أنت فاهمني؟ اهتم بالنقطة دي. طيب مع السلامة. مش عايزين هاوس كيبر، الاوضه نظيفه وزي الفل. انا نام، انا نام. يخرب بيت سنين ام الرزاله دي. انت نايمه ولا مقتوله انت كمان؟ ده انت جباره. في كده؟ في كده في الدنيا حد يصحي حد بالمنظر ده؟ طيب ده انا هخرب بيت الاوتيل ده. طيب طيب احنا لسه بدري، احنا لسه الظهر. نعم اديني فتح. انت بركات عبد الحميد؟ ايوه انا حضرتك. هو في ايه؟ انتوا مين؟ احنا عايزينك شويه بركات. عايزيني فين؟ حضرتك واضح ان في سوء تفاهم في الموضوع، بس لو شرحته لك احنا شباب زي بعضه يعني، اكيد مش هتفهمني غلط صح؟ هو في حاجه ولا ايه حضرتك؟ ما حدش يخرج ولا يدخل. يا سعاده الباشا، يعني ايه ما نخرجش حد من الاوتيل؟ طيب افرض حضرتك ان في فوق سياحي عايش. بقول لك ايه، هي دي التعليمات اللي عندي، تنفذوها وخلاص. ايوه يا فندم، بس كنا عايزين نعرف ايه الحكايه بالظبط عشان يعني لما حد يسالنا نروح بقى نفهم. مش لازم تعرف يا سيدي، نفذ وخلاص. ربنا يوفقك يا باشا. اتفضل حضرتك، اتفضل. شفت انه حاضر؟ حاضر خلاص. حاضر خلاص. مش من حقه يزعق لي. اهدى يا عم تنجي. وانت التاني ليه بتساله زي ما نكون مش عارفين ايه اللي حصل؟ يا عم سيبه يعمل فيها عبد المهم واحنا نعمل عبد العبيط، بدل ما يقعد يقول لك سين الجيم مين اللي قال لكم عرفتوا منين؟ صح، مع ان الاوتيل عارف كل حاجه. وحياتك وعلى اخر النهار مصر كلها هتكون عرفت. يا جماعه اللي حصل ده مش شويه، ده بكره يبقى حديث المدينه على راي مفيد فوزي. مين كان يصدق يا جدعان؟ صافي سليم اللي كانت عروسها امبارح بالليل منوره الكوشه يطلع عليها الفجر جثه هامده. ويا ريتها ماتت موتة ربنا.
دي ماتت مدبوحه يا اخي والعياذ بالله. العيال بتاع الهاوس كيبنج بيقول لك دخلوا عليها الاوضه لقوها قطعتين، الراس لوحدها والجسم لوحده. يا ساتر يا رب. انت اي كلام بتقعد تصدقه يا تنجي؟ ده فشار ده. انا بقى سامع بقى ان هم دخلوا عليها لقوا في فاس جوه. فاس ايه؟ فاس ايه؟ بقول لك كده فاس جوه يا ابني. ما كانش فاس، كانت سكينه. كانت سكينه جوه الرقبه والراس كانت سليمه. يا سلام، وهتعمل ايه بقى بالراس السليمه دي؟ عشان تفتكر لو حد سالها مين قتلك. اتفضل بيهزر يا جدعان والنادي، بطلوا هزار بقى، الموضوع مش مستحمل. ركزوا بس معايا شويه كده، تفتكروا مين اللي قتلها؟ انا عرفت جوزها هو اللي قتلها امبارح بالليل بعد الفضايح اللي هي عملتها. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ده بقول لك يا تنجي، انت مش شفته كان خارج قدامنا ازاي خلصان وبعدين يبقى جوزها ويقتلها؟ انت مجنون. صح، بالعكس، ده انت اول مره تقول حاجه صح. اشمعنى؟ لان الحاله اللي كان خارج فيها تؤكد ان هو اللي قتلها. صح، مش خرج قدامنا وما رجعش تاني. يا عم انت رحت تريح ساعتين، لكن احنا ما اتحركناش من هنا، وانا بقول لك ما شفناهوش رجع تاني. صح، خرج من باب الجراج. صح صح آه صح. هاني ده كان خارج قدامنا على رجليه يا اخي. ايوه، ما خرج على رجليه قدامنا عشان احنا نشوفه نقوم نشهد معاه لما يرجع ويقتلها وشهادتنا تبقى في صفه. صح. تفتكر ده يبقى ابن جنيه دماغه سم؟ انا اللي دماغي سم. دي سم فراندي. اخدك صوره سم بقى.